كل مدرك أن في بداية الخمسين يوم الأولى كان هناك تصور لدى الولايات المتحدة ولدى قادة المنطقة حتى المحبين لحماس أن من الصعب خروج حماس من هذه المعركة، لكن بعد 100 يوم هناك إدراك حتى للولايات المتحدة الأمريكية وتخديرات أنه الآن أضحى من المستحيل القضاء على حركة حماس، بل ربما أن هذا العدوان وشكل مناعة وشكل قوة إضافية لحركة حماس وأنها ستخرج منه أقوى مما كانت عليه لعدة أسباب. السبب الأول أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في الحسم العسكري في قطاع غزة، وبعد 100 يوم وهذه يعني مدة طويلة جدا في الحروب الحديثة لم يستطع أن يحسم عسكريا أو أن يقضي على قوة المقاومة. الأمر الثاني، لم يحقق أي من الأهداف المعلنة عنها، وهي أهداف بسيطة مثل القضاء على قيادة حركة حماس، اعتقالهم، اغتيالهم، أيضا تحرير الأسرى أو تحرير جزء منهم. والاحتلال الإسرائيلي فشل بعد 106 أيام من تحرير أسير واحد أو معرفة أماكنهم، وغزة صغيرة جدا بالنسبة للعمليات والعدوان الكبير. يعني أنت تتحدث عن دول كبرى مثل العراق وأفغانستان تسقط بشهر وأقل من شهر، اليوم أنت تتحدث عن 4 أشهر والاحتلال الإسرائيلي تائه بشكل كبير. هو لم يفعل إلا عملية، وللعلم استخدم الاحتلال الإسرائيلي قوة نارية لم تستخدم من قبل في العصر، وارتكب مجازر وجرائم حرب لم يرتكبها أحد في آخر 50 سنة أو 70 سنة. معنى أنه اليوم نحن أمام فشل حقيقي للاحتلال الإسرائيلي. في المقابل حركة حماس لا، ما زالت تقف على أرض صلبة في قطاع غزة، ما زالت كثائم القسام تقاوم وتضرب صواريخ وتستهدف الآليات، ما زالت قيادة حركة حماس تمتلك القدرة على السيطرة وعلى أيضا الاتصال والتواصل والحضور وإدارة العمليات، ما زالت قيادة حركة حماس في الخارج أيضا يعني تقوم بجولات واتصالات، وزاد نفوذها وزاد اتصالاتها. اليوم في هناك وفد من قيادة حركة حماس يرأسه الدكتور موسى أبو مرزوق في موسكو، هناك لقاء مع الصينيين مع الدول الإقليمية. وحركة حماس لا، هي لم تخرج من المعادلة بل هي زاد رصيدها في هذه المعادلة. الولايات المتحدة الأمريكية هي قيادة أنا أعتقد أنها إدارة واقعية، هي في البداية حاولت إبعاد حماس عن المشهد، اليوم لا، حتى المبادرات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية هناك طعم، هناك مساحة أنا أسميه لحركة حماس، أنه يمكن أن يتم استخدام حركة حماس، يمكن إدخالها بالمؤسسات،